السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم غادي نصاوب هذه الكيكة ديال التفاح، ديال 7 المعالق، 7 المعالق من كل حاجة. كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينة ولذيذة ورطبة من الداخل. هنا عندي بسم الله، عندي هنايا 3 البيضات، غندير 7 المعالق من الدقيق، 7 الحليب، و7 الزيت، و3 ديال السكر، 3 ديال التفاحات صغار، خمارة و فاني، وهنا عندي 1 معلقة ديال الخل. بسم الله غادي نبدا. هنا عندي 3 البيضات صغار، الا كانوا عندكم البيض كبير ديروا غير 2. هنا غادي ندير ديك خنيشة ديال الفاني، غادي ندير 3 ديال السكر. هنا هي فيها 7 المعالق، ولكن انا ما كندير 7 المعالق، كندير غير 3. 3 راه كافيين، 7 كتجي حلوة بزاف. هذاك الشيء اللي درت انا 3. ندير 7 ديال الحليب، 7 معالق الحليب. هاد الكيكه راه كتصدق، دائما كتصدق، غير تبعوا المقادير بالمعالق وما غتخافوش. على هاد الشكل طبعا ندير الزيت حتى هو 7 المعالق. غادي ندير ديك 1 معلقة ديال الخل، هنخلط غير واحد شوية. هنا غادي ندير هاد الشبيكة نغربل فيها دقيق. هنا الدقيق 7 المعالق، معلقة عامرين. هكا شوية بشوية، هنا غادي نضيف هذيك الخمارة حتى هي باش نغربلها مع الدقيق، باش ميبقاوش حتى هي فيها الكويرات. لهاد الشكل كم. بعد ما خلطت كل شيء هكا كتجي، هذا هو القوام ديالها، مقاسحة مخفيفة. هنا عندي المول، بعد ما دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق، غادي نخوي هاد الخليط. ونسرحو هكا. بعد ما قشرت التفاح وقطعتهم على هذا الشكل، غنبدا نستفو في الجناب، نبداو من الجناب. على هذه الطريقه نمشيو هكا تنوصلوا للوسط.
بحال هكا نكملو كاع الكيكه حتى الوسط بحال هاد الشكل. من بعد نرشى واحد شويه بالقرفه هكا. غادي نديرها في الفران 180 حراره تقريبا نص ساعه. بعد ما خرجتها من الفران هي باقيه سخونه، غادي ندهنها شويه هنايا بالكوفيتير ديال المشماش. الا ما كانش عندك هذا ممكن حتى بالعسل، دهنها حتى بالعسل او لا تخليها هكاك بحال هكا. هنا عندي انا شويه ديال هاد اللوز افيلي، غادي ندردرو شويه من الفوق. الا ما كانش عندك ممكن تخليها حتى هكاك. كتجي على هاد الشكل. بعد ما نقطع واحد الطرف غادي تشوفوها كيفاش جات من الداخل. كتجي هكا، كتجي رطبه ولذيذه كيف ما كتشوفوا. وبالصحه والراحه، جربوها ان شاء الله، ومع السلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.